كل عام وانتم بألف خير. شايفين لوحة التخفيضات وش قدها؟ ما أحد يحط لوحة تخفيضات بهالحجم إلا مسوي تخفيضات كبرى. الراشد بلازا عنده يا جماعة تخفيضات من 15% إلى كم؟ إلين 80%. أتوقع المكان غني عن التعريف. الراشد بلازا منتجاته كلها فخامة، تميز وجودة، واحتياجكم كله موجود تحت سقف واحد. ولادي، بناتي، نسائي، رجالي، أطفال. نبدأ معاكم بالأحذية وخليكم قريبين، والأسعار يا جماعة راح تكون صدمة من جد يا جماعة. تخيلوا معي، من 150 الجزمة إلى 39 ريال، 39 ريال، من 150 إلى كم؟ إلى 20 ريال، إلى 20 ريال، 20 ريال. وش رأيكم يا جماعة؟ شوفوا هذه لمحة سريعة بس على أسعار الأحذية والتخفيضات اللي نازلة عليها. شوفوا كيف، ما راح أتكلم، الأسعار تتكلم من 85 إلى 15 ريال. شايفين الفخامة؟ وش رأيكم يا جماعة؟ الراشد بلهزة ما يلعب. شو اللي راح يصير؟ راح يصير زحمة يا دنيا زحمة، من 170 ل 35، 35 ريال. متخيلين يا جماعة؟ من 130 ل 25 ب 20 ريال. شايفين يا جماعة كيف التخفيضات؟ في عندنا إعلان وفي عندنا ترند، هذا راح يكون ترند، 115 ل 20. لو طولت عليكم بالتغطية تحملوني، بس أقول لكم فرصة شراء. شوفوا يا جماعة، من 40 ل 20، 25 ريال، 29 ريال، 24 ريال. واللي يبحث عن منتجات جديدة، هذه التشكيلة التوها نازلة. صناعة تركية، منتجات عالية الجودة. شوفوا الفخامة. ندخل على القسم الولادي، شايفين الأقمصة هذه؟ صناعة تركية، شوف كيف الفخامة. كم؟ 59 ريال، من 75 ل 39 ريال. شايفين هالقميص الحلو؟ من 75 ل 29، 75 إلى 59 ريال. عينكم على الأسعار، من 38 ل 20. يا قلبي، يا قلبي، والفخامة والجنتلة. إيش رأيكم؟ طقم. قميص وبنطلون، والسعر من 70 ل 55 ريال، وتركي، ها؟ متوفر منه ألوان، مرة حبيت. عن أي فخامة تتحدث؟ شوفوا كيف الأطقم البناتية، وأيضاً صناعة تركية. طبعاً هذا نيو كولكشن، وهم عاملين عليه خصم 295 إلى 235 ريال. مرة عجبني الأورنج، إيش رأيكم؟ مرة حلو، ها؟ مع التشجيرة الحلوة. الموديل يجنن، والسعر أيضاً يجنن، ب 99 ريال، من 125 ل 99. شنو هالفخامة؟ شنو هالتميز؟ 169 من 220، أحلى كشخة بالعيد. الفخامة من 230 ل 175 ريال. شيء يا جماعة، طبعاً مبدعين بالنسائي، 99 ريال. وش رأيكم فيها؟ هذه هم جديدة وهم عليها تخفيض، 109 ريال. والحلو التنوع اللي عندهم، 44، من 55 ل 44. طبعاً كل الفساتين اللي نشوفها هذه عليها خصومات، وخصومات قوية. ايش رايكم في الفخامة؟ تعرفوا كم سعره هذا؟ بعد التخفيض 115. مرة جميل. ايضا الاطقم اللي هناك كلها عليها تخفيضات، البجامات اللي موجودة عليها تخفيضات. شوفوا، من 145 ل 115. مكان متنوع. يلا نطلع معاكم على الدور العلوي. العيد على الابواب، واللي ما اخذ له ثوب انا اقول لك فرصة. الثياب الجاهزة موجود عندهم عدة شركات، والمقاسات اللي تبغونها بتلقونها. بالإضافة عندنا قسم كامل حق الملابس الداخلية، عدة شركات، عندكم شركات محلية وعندكم التركي، وأيضا في بعض المنتجات هنا عليها تخفيض. وهذا قسم اكسسوارات رجالية وأشمغة وعقلة، وهذه المحافظ. حتقول كلمة يا جماعة بحق هالمحافظ هذه. هذه أنا استخدمتها، ظلت يمكن عندي يمكن 4-5 سنوات ما تغيرت، أنا مليت وغيرتها. بس طبعا هذه من أجود أنواع الجلود، وأفخم وأرقى شركة موجودة بتركيا حقت جلود أو حقت محافظ، ويعطوا عليها ضمان كم؟ 10 سنوات. يعني اللي يبغى محفظة لا تفوته. هذه التشكيلة الرجالية حق العيد، تيشيرتات شبابية مرة حلوة، بعضها أيضا عليها خصومات، وخصومات قوية. وعندهم تشكيلة من شنط السفر، إن حبيت بالحبة وإن حبيت طقم. شوفوا يا جماعة البنطلونات من هنا إلين الآخر، وأيضا في بعضها عليها خصومات قوية. حزام حق البنطلون، صناعة تركية، جودة عالية، وشوفوا بعضها عليها تخفيض. إذا جيت الراشد بلازا لا تتعدى هذا القسم، العناية بالأحذية. عندكم هنا معطر حق الأرجل، عندكم الكرة هذه تنحط داخل الجزمة، كلها هذه منتجات معروفة ومن شركات قوية. يا سلام، أنا كنت أبحث عن هذه المنتجات. عندكم هنا دوسات حق القدم تنحط داخل الجزمة، هذه ميموري فوم اللي تتشكل على شكل القدم، وعندكم حق الرسمي وحق جزم الرياضة، عدة خيارات. شوفوا كيف. طبعا هذه اللي عندهم مشاكل في الأقدام مال الفلات فود، أيضا موجود عندهم هنا حلول. وهذا قسم العطورات، طبعا عطورات أصلية ومضمونة وهم عليها تخفيض.
حجاج بيت الله الحرام، عندكم عدة خيارات للأحرامات. طبعا هذه شركة مصرية ومعروفة، وأيضا عندنا هنا الكمر، وعندنا الشباشب، وعندنا هذه اللصقة حق اللي بيمشي على الرخام، مرة مناسبة تعطيك راحة. أذكركم أن الخصومات تصل إلى كم؟ إلين 80%. الراشد بلازا موقعهم شارع أحد، هناك بسطة التوفير مقابل بنك الجزيرة.